71 800 814، نذكر به مره اخرى، هذا هو رقم هاتفنا الموضوع على ذمتكم طبعا يوميا الاثنين للجمعه في مختلف فقرات واركان البرنامج، وخاصه الان في المباشر، لانه معنا في فقره ديما لاباس الاسبوعي القاره الدكتور علي خوجه المختص في المدوات بالتغذيه ورئيس الجمعيه التونسيه للميكروبيوتيك. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك. بالنسبه لموضوع الطاقه الحيويه باش نوصلوا فيه، طبعا بدينا في المحور هذا من الاسبوع الفارط، ولكن استجابه لطلبات المشاهدين اللي اتصلوا بنا عبر البريد الالكتروني البريد العادي والهاتف، باش نحكي شويه على عسل المروبيا. كنت تعطينا لمحه صغيره قبل تمرير التحقيق. يعني ذولي العسل اللي خذاه حضر مش مشكل. احنا تو في موسم عسل، مازلنا في الربيع. العسل المروبيا بالذات حاجتين واحد يتفكرهم، هو باهي للسكر وهو باهي للضغط الدم. للسكر والضغط الدم؟ وضغط الدم. وبالنسبه للطاقه الحيويه قلنا اليوم مش نحكيو على قنوات الامتصاص للطاقه الحيويه. المره الاخرى في الحصه الفارطه حكينا على شنية الطاقه، واللي الطاقه الحيويه اساسيه بالنسبه للحياه الانسان، واللي الطاقه الحيويه هذه في الخمسه قرون هذه طاحت ب 50%. توا باش نحكيو كيفاش نجمو كيفاش البدن نتاعنا يتمتع بك الطاقه الموجوده به. جبت صور نجمو نعديوهم، مجموعه صور على موضوع قنوات امتصاص الطاقه الحيويه، توا يمكن يتعدوا تباعا. بالنسبه للقنوات نتاع الامتصاص هذه الصوره الاولى ماهيش ماخوذه بكدا، مش مشكل. اللي صار عندك صورة توريك وانه الانسان جسد مادي وطاقة، والطاقة نجمو نصوروها كما تشوف عبارة على هالة دايرة بالجسد. والطاقة هذه فيها دي شاكرا، فيها مراكز متاع طاقة، لكن نقطتك الفاتحة شوية. في الوسط التصوير الوسطانية ما بين قوسين هذا ولدي ريان، صورت له الطاقة نتاعو. هاك الأخضر هذاك. هاك الأخضر هذاك الطاقة الحيوية نتاع ريان ابنك. أيوه. يعيشك. والطاقة كما قلت لك فيها دي شاكرا، والشيف دوركستر نتاع دي شاكرا هو اللي تشوف فيه قائد الفرقة مع المايسترو. أيوه. الشاكرا التاج يسميه. هاك البهرارة الفوقانية بالكل وكل اللي فوق الرأس هذيك. بالضبط. على اليمين الصورة الثالثة تشوف الشيما، معناها صورة كيفاش صورة مجسمة كيفاش لي شاكرا هذوما المراكز الطاقة كيفاش هما بطئ، هما موجودين على 10 سنتيم من الجسد نتاعنا، على بعد 10 سنتيمات، على بعد ايوه 17 سنتيم، اما هما باتصال بالجسد نتاعنا، معناها ياخذوا الطاقة. هي عبارة على كيفاش يقولوها عجلة تاخذ الطاقة معناها من المحيط نتاع الانسان، من المحيط نتاعنا، وتدخلوا الجسد نتاعنا تاخذ طاقة نظيفة، وتخرج الطاقة السلبية اللي تلوثت من الجسد نتاعنا للبر. وعلى اليمين بالكل الصورة الأخيرة ما نسالش كان نرجعوها حبيت نوري، هو عندنا قرابة 80,000 شاكرا في الهالة نتاعنا، في البهرارة هذيك، في المحيط هذاك اللي صورناه في الصورة الثانية من اليسار اليمين أو الثالثة من الأخرانية. لا تو الأخرانية الرابعة. لا معناها نقصد على الهالة الخضراء هذيك. الهالة الخضراء هي هذيك الطاقة اللي دايرة بنا، اللي هي على بعد 10 سنتيمتر من الجسد. أيوه. وعندنا قرابة 80,000 شاكرا بالطبيعة. هذا التهمية هذه تطلق على قناة امتصاص الطاقة، هكا نقولوا شاكرا. شاكرا مربوط بقناة أساسية معناها برانسيبال، هي معناها بالشاكرا، الشاكرا مربوط بقناة أساسية بقناة صغيرة. تقريبا 80,000. 80,000 80,000 بصفة عامة، أما ثم أهم شاكراوات هما أهم قنوات امتصاص الطاقة. أيوة. هما على عدد سبعة. سبعة شاكرا في جسم الإنسان. إلى آخر شاكرا القلب إلى آخره. هذا كي قلت القلب دكتور شنو آخر من قنوات الامتصاص؟ ثم الشاكرا الأولاني بالكل هو الأهم واحد، هو شاكرا التاج، وبعد التاج يعني فوق الرأس. بالضبط. وبعد ثم شاكرا نتاع الجبين، ثم اللي يضيفوا لك زاد شاكرا
شاكرا دولاجنا بين العينين بالضبط الصفة يظهر لي الناصفة بالعربي تقريبا حاسي. وبعد ثم شاكرا نتاع الغصة نتاع الغدة الدرقية وبعد عندنا شاكرا نتاع القلب يجي في الوسط وبعد عندنا شاكرا نتاع المعدة بعد عندنا شاكرا نتاع الهراء الوسطاني نتاع معناها البطن وبعد عندنا شاكرا نتاع الباس اللي هو طبيعي قاعدة القدمين نتاع الإنسان وهذوما كلهم مربوطين ببعضهم. هالقنوات نتاع الامتصاص هذه كيفاش تقوم بوظيفتها بالضبط وكيفاش يعني عبارة تنفع للإنسان معناها؟ هي عبارة لو نتعلموا احنا عملنا كيفاش يقولوها عملنا تربص نتعلموا حتى كيفاش نقيسوا الشاكرا إذا كان هي كبيرة ولا صغيرة وإذا كان دور بزايد ولا ما دورش إذا كان كبيرة يعني هذه حاجة إيجابية العكس لازم كل خير الأمور الوسط الوسط بالضبط هذا ديما تركز عليه الدكتور كلها لازمهم يكونوا متوازنين فهمت به مثلا نعطيك مثال ثم شاكرا اسمه المين مايند كيف يبدا يخدم بزيد الانسان يولي عنده ضغط الدم لازم نقصه فيه فهمت لازم ديما ثم التوازن الور البدن يمتص الطاقه عبر لي شاكرا هذوم يمتص الطاقه عبر التنفس وماذا بينا نشوفوا الصوره المواليه ايوه الثانيه هذه امامنا الصوره المواليه ولا لا دكتور به هذا باه مش مشكل هذا ربما كان فما امكانيه نرجعوا للصوره اللي قبلها ميسج نعلقوا على هذا حبيت أيوة. نوري كونه عبر الشاكرا الداج وقت اللي نتاملوا ولا وقت اللي بعد الصلاه ثم شفتي الصوره الوسطانيه الشاكرا الداج هو مربوط بالشاكرا نتاع الانامل الانامل معناها كيف نقيسوا الشاكرا الطاقه في الانامل نعرفوا كيفاش الشاكرا الداج يخدم اللي الشاكرا اللي هي قناه امتصاص الطاقه خلينا نقولوا قنوات امتصاص الطاقه دكتور تنجم مراكز امتصاص او مراكز امتصاص الطاقه على اليسار على اليسار ثم الدوره هذيك تشوف اللي الهاله الخضراء هذيك تشوف اللي مركز نتاع امتصاص الطاقه ضعيف شويه وبعد التامل تشوف كونه هو كبر شوي معناها التامل يقوي في الطاقه يقوي في الطاقه الحيويه للانسان للانسان كيما الصلاه كيما الصلاه كيما كل حاجه خير تعملها الى اخره وعلى اليسار حبيت نوريك هذاك يوجي معناها واحد يعمل يوغا قد ما يمارس اليوغا بالضبط قد ما يعمل يمارس اليوغا وقد ما كما مدام دليل الغريان طبعا قد ما الطاقه نتاعنا تتعدل فهمت تزيد او تتعدل دكتور تتعدل وتزيد تتعدل وتزيد تتعدل اذا كان ناقصه وتزيد وتزيد وقت اللي تزيد الطاقه نتاعنا تولي في البرفورمانس نتاعنا اي القدرات نتاعنا هذه الصوره كيف كيف حبينا نعلقوا عليها هذا ولدي الاولاني أيوة. فهمت صورته قبل ما يتنفس وصورته بعد ما يتنفس الصوره الوسطانيه بعد ما تنفس شوف كيفاش وقت اللي قبل التنفس يعني الصوره اللي على ايسر الشاشه ايوه شوف كيفاش بعد ما تنفس الطاقه نتاعو تعدلت وخشن وخاصه الطاقه التاج اللي هو شيف دوركستر نتاع الطاقه تعدلت وكبرت بالكدا على اليمين الصوره اللي على اليمين الاخيره هذيك فهمت لحظه برك شنو تجسم الصوره هذيك الصوره بك هذيك تجسم فهمتوا برشا من اللي هوني باش يفهموني تجسم كونه وقت واحد يتكيف سيجاره يدخن سيجاره يدخن الطاقه نتاعو تطيح والطاقه نتاعو تطيح بصفه كبيره بصفه كيف تشوفها واضح بصفه قداش ومعناها ايميديتمون بالوقت الصوره اللي بعد هذا معناها عبر التنفس كيف نقول لك التنفس معناها التمرين وكل هذاك يزيد في الطاقه في الطاقه الحيويه نتاع الانسان ايوه توا الصوره الاخرانيه ايوه هذا نجم نزيدوا في الطاقه عبر الماء اللي نشربوه والماكله اللي نشربوها شفت الماكله اللي ناكلوها دكتور الماكله اللي ناكلوها شفت شي اكل المربع اكل الازرق هذاك الاولاني بالكل على يدك اللي على اليسار ايوه هذاك فيه حبيبات بيض الحبيبات هذوما وقت اللي الماء يبدا فيه شويه طاقه اكل حبيبات كميه صغيره وكل ما يبدا فيه بزايد طاقه ممغنط نقولوا احنا مانيتيزي لي موليكول دو يكونوا يجتمعوا مع بعضهم ويمتصوا الطاقه ويوليو هما بيدهم يعطيو الضوء ويعطيو فك وقت اللي نشوفوهم بالمجهر الكبير يعطيو هاك المشهد هذاك شنو نقولوا على تناول الماء ولا شرب الماء كونه وقت اللي الماء هذاك التصويره الثانيه الباحث اللي عمل هالبحث هذا هو باحث الماني جرب بالماء نتاع منشن نتاع مدينه مونيك يعطيك الصحه شاف اللي كونه وقت اللي واحد يشرب ماء الحنفيه نتاع مدينه منشن الطاقه نتاعو تطيح بالوقت
بينما وقت اللي يشرب ماء ممغنط الطاقة نتاعو تعلى. ماء ممغنط يعني مانيتيزي. مانيتيزي مانيتيزي يعني معالج. معالج بماتريال سبيسيال ان شاء الله. بمواد خاصة. هذا منصوص. لا مش مواد. بماتريال معناها آلات. هو اسطوانة. اسطوانة يعني آلة خاصة. آلة خاصة. آلة خاصة. آلة خاصة. هالماء هذا منصوح به وإلا شنية فعاليته؟ والله الماء هذايا الممغنط. الماء هذا الممغنط هو وقت نشوفه دينومينيتور كوما نتاع الامراض الكل. القاسم المشترك نتاع الامراض الكل في الخليه. الطاقه تطيح. ديفيرونس دو بوتونسييل يعني انخفاض مستوى الطاقه هو القاسم المشترك في الامراض الكل. نتاع الامراض الكل. امراض نتاع حساسيه نتاع ضغط الدم نتاع السكر جميع الانواع تقريبا. الامراض الكل. شنو فايته الماء؟ والماء هذايا يعدل الطاقة. تكون طايحة 10 15 تولي ترجع 70 90. وهذايا ثم الباحث هذايا بارك الله فيه ألماني وما بين قوسين الألمان ياسر تقدموا في الميدان هذايا وثم انستيتيو ما نستحضرش الاسم نتاعو. معهد طبي معناها. معهد مختص كان في الطاقة. فهمت. الطاقة الحيوية اللي هي الحيوية. موضوعنا محورنا اللي بدينا فيه الأسبوع الفارغ فسرناه واليوم دخلنا في قنوات الامتصاص للطاقة الحيوية. وصلنا لنحب نكونوا عمليين شوية دكتور. كلمة الأخرانية برك ما يسالش. لا ما زلنا مع بعضنا حتى البرنامج خارق العادة. قلنا دونك فوالا هذاك. قلنا دونك الماء كيف نشربوا ماء عادي الطاقة نتاعنا تطيح نسبة صغيرة، كي نجيبوا ماء ممغنط الطاقة نتاعنا تتعدى، هذيك اللي علي اللوطة وعلى اليسار، هذيك الحبة اللي نشوفوها مكبرة. المجموعة الثانية من الصور اللي الثانية أسفل الصورة، الأولى على اليسار معناها. هذيك لي موليكول دو وقت اللي يجتمعوا ويمتصوا الطاقة يوليو يعطيو يوليو يعطيوك الطاقة هما. فهمت. وقت اللي احنا نمتصوا هك الحبيبات هذيك هك لي ستركتور اللي تكونوا المكونات باش يرجعوا دي موليكول ويرجعوا هك الطاقه. هذا بالنسبه للماء دكتور. قلنا الماء الممغنط يعدل الطاقه. وبالنسبه للماء ربما يتبادر سؤال للذهن المشاهد يقول الماء العادي نتاع الحنفيه والماء المعدني والله ما فيهمش فرق. ما نحبش نحكي على الماء المعدني اما نحكي على الزواوله كما يقولوها اللي يشربوا الماء الحنفي عموما صفه عامه. ايوه اللي يشربوا الماء الحنفي ولو انه في تونس بارك الله الناس كل تشرب الماء المعدني تو في الاخر. ننصح اللي يشرب الماء الحنفيه كيف يعديه كما جدودنا كانوا يعملوا كيف يعديهم القله. راهو القله لارجيل كويت هي عندها نشاط الطين يعني المصنوع تاع القله عنده طاقه خاصة إيجابية. إيجابية ويعطي مهمة للكلمة. مهمة جدا المعلومة هذه. ما خلتنيش نعلق على تفضل علق تو نعلق حبيت علاش تو الموضوع الماء فهمت. دونك ننصحوا معناها بصفة شديدة كونه نرجعوا للماء القلة راهو باهيس خاصة الماء ولو حتى واحد يبدا رضيع ولا صغير ولا معناها طفل صغير ولا حاجة راهو الماء القلة باهيس. حاجة أخرى ومازال كيف سيد الرئيس البارح قالوا لي دشن طبعا اليوم الوطني للفلاحة زار ضيعة بيولوجية في البطان. بالنسبة للأكل اللي ناكلوه يكون بيولوجي تكون عنده طاقة كبيرة. دونك قد ما ناكلوا حاجة فيها الطاقة قد ما الجسد نتاعنا باش يولي ثري بالطاقة قد ما تتعدل الخلايا نتاعنا من الطاقة قد ما المرض يبعد والعكس كيف ناكلوا ماكلة مصبرة وميتة متعدية كما قلناها المرة الأخرى من ميكرو أوند كل الطاقة نتاعنا باش تطيح وهذا باب مفتوح للأمر. المرة الأخرى نصحنا بعدم استعمال الفرن هذايا نتاع الموجات الصغيرة برشا هذايا بين ظفرين الميكروويف أو الميكرو أون نصحنا بعدم استعماله بتاتا. نجم نحكي حاجة تفضل دكتور. توا ثلاثة أيام مشيت للمستشفى عرفت فرني قال لي ملي شفت ممرض يخدم معايا كان قال لي ملي شفتك الصورة اللي وريتها اللي النبتة تسع يوم تموت قال لي حكمت على المرأة باش تطيش الفرن هذايا اللي بالموجات الصغيره برشا الميكروويف ولا الميكرو اوند. قلنا دكتور بالاضافه الى الماء ننصحوا بالماء قلنا في القله. ثمش معطيات اخرى توفر يعني كميه الطاقه ضروريه لتعديل خلايا الجسد عبر قنوات الامتصاص هذه اللي ذكرتها واللي قلت هي تقريبا 80,000 لكن فما 10 مراكز رئيسيه. ايوه سبعه
سبعة هما بصفة عامة سبعة، من نجم نقولوا حتى ثم 12 ثم 11 حكينا فيهم المرة الأخرى، ما باش نزيدوا نحكيوا المرة الجاية. وقت اللي نرقدوا في الليل ماذا بينا نرقدوا، بما أنه احنا كما شفتوه قبليك الجسد عندنا حق الكهرومغناطيسي، نوجه الحق الكهرومغناطيسي نتاعنا اللي هو عنده شمال وجنوب، كيف نوجهه عبر الشمال نتاع الأرض نتمتعوا بالطاقة نتاع الأرض. شكرا لك دكتور، أكيد باش نوصلوا في نفس الموضوع في المحور نتاع الطاقة الأسبوع المقبل في فقرة ديما لاباس. نقول لكم بقيت مشاهدة طيبة وممتعة لبرامج قناة تونس 21، إلى اللقاء غدا في كلام صحيح.